ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. بطريقة هوليودية اقتحم مجهولون إحدى المحلات التجارية المتواجدة بمنطقة بويزكارن بإقليم قلميم. وذكرت مصادر محلية أن عملية السطو وقعت مساء أمس الخميس، مستغلين بذلك حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها المملكة لتنتهي بسرقة مبلغ مالي وبطاقات تعبئة الهواتف لم يحدد بعد قيمتها وفرار الجناة إلى وجهة مجهولة. وفور علمها بوقائع الجريمة حلت بسرعة السلطات المحلية لعين المكان، حيث باشرت تحقيقاتها وتم فتح تحقيق في النازلة تحت إشراف النيابة العامة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.